مرحبا بكم في قناة عبدو سبور ديزاد. تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي أخبار سيئة نهار اليوم، وذلك بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني هلال العربي السوداني، حيث تعرض قناص المنتخب الجزائري إلى إصابة خطيرة خلال المواجهة التي جمعت نادي أولمبياكوس ضد نادي أرطوميطوس يوم أمس، وذلك لحساب الجولة 23 من الدوري اليوناني. وبعد إجراء اللاعب هلال العربي السوداني للفحوصات الطبية اللازمة، تبين بأنه يعاني من إصابة خطيرة تمثلت في تمزق الرباط الصليبي على مستوى الركبة، وهو ما يعني نهاية الموسم بالنسبة للاعب، لأن هذا النوع من الإصابات يتطلب إجراء عملية جراحية والغياب عن الملاعب لمدة 6 أشهر. وتأتي هذه الإصابة بعد العودة القوية والتألق الكبير للاعب الجزائري مع النادي الحالي أولمبياكوس بتسجيله لسبعة أهداف في 13 مباراة شارك فيها، وهو ما سبب له صدمة كبيرة خاصة مع اقتراب المباراة الرسمية للمنتخب الجزائري شهر مارس المقبل. وبدورنا نتمنى الشفاء العاجل للاعب هلال العربي السوداني والعودة القوية للملاعب الأوروبية في الأشهر القليلة المقبلة. سلام.